بسم الله توكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه
بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم
من الصالحين إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن سبحانك إني كنت من الظالمين وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك
كذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. وزكريا نادى ربه وزكريا الوارثين. فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا.
وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو فلا كفران لسعيه. عفو العفو يا ربي إنا له كاتبون. وتقطعوا إلينا راجعون
كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم
إنما أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع تتلقاهم
يا دكتور. سيدك علم على علم ونور على نور. الغم من اهله يا دكتور عبد الناصر. يا سيدنا. هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لبلاغا الله أكبر ربنا اشرح صدرك يا رب إيدك علم على علم ونور على نور يا دكتور عبد الناصر يا رب
حفظنا يا رب. الله يحفظك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورغم من أهل الصراط ربنا يفيد عليك يا رب. وما أرسلناك إلا رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لبلاغا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعرف ميزان حسناتك يا دكتور عبد الناصر. يا رب. عليك يا أخي. إن في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقين تشوقا، جودت قول الحق حين تلوته واشبعت كل السامعين تذوقا. وهكذا اخوتي اخوة اليمين والاسلام، قد شرفنا بالتلاوه ذلكم العلم القراني وفخر قراء جمهوريه مصر العربيه، امير النغم وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرى، القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، والقارئ الذي يشرف مصر في المحافل الدوليه ابن محافظه الغربيه والمقيم بمدينه القاهره. نقلت وزيعه على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحليه، والهندسة الكهربائية الكبرى، ومخازن فراش الكبرى الحديثة، وقصور الضيافة المتنقلة، وطاقم الخدمة والضيافة، فتطلب من اولى وكبرى مخازن فراشة بمحافظة المنوفية ومركز الشهداء. لصاحبها المتوكل على الله المعلم احمد بكر واولاده مقيمين بشمياطس مركز الشهداء. اخوات اليمين والاسلام، في ليلة عزاء وتكريم المغفور له باذن الله تعالى المرحوم عم الحاج عزمي راضي، تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة واقاربهم وانسابهم، تقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء.